أنا ما كنت حامل وإنما استعنت بأم بديلة هي تحمل الجنين وبعدين أرجع، يعني بس هي تولده أنا أخده للجنين. خبر صادم يطال الإعلامية ديما صادق، أنجبت ابنتها من أم بديلة. من يوم اللي ولدت بنتي جوري وأنا في إشاعة كل شوي بسمع، كل شوي بتوصلني من ناس طبعا ما بعرفهم، بتوصلني كل الوقت هالإشاعة بتقول إنه أنا عملت أم بديلة، أنا عملت surrogate mother. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يقول أن الإعلامية اللبنانية ديما صادق استعانت بأم بديلة لحمل مولودتها الأخيرة جوري التي ولدت في حزيران الماضي، الأمر الذي دفع ديما للظهور بمقطع فيديو والرد بحزم على الأنباء المتداولة والتي تلاحقها منذ ولادتها ابنتها، خاصة وإن ملامح الحمل لم تظهر بشكل واضح عليها. وجاء رد صادق بعد وصول الشائعة إلى أحد أقربائها، كما نشرت بعض التوضيح صورا تؤكد حملها وولادتها أيضا. الخيار أنا كتير معقول هالخيار، أوكي ثبتنا هالنقطة، أوكي بس أنا مسائبة ما عملت أم بديلة، أنا مسائبة أن ما عملت هالخيار، يعني أنا ما عندي أسباب صحية بتخليني اني اروح على ام بديله. واثنين انه مثل ما كل هي الاشاعه يعني اللي عم تنقال لكل الناس اللي حواليي انه انا عملت هيك لانه بدي احافظ على جسمي، وانه كيف كان يعني كيف هيك ما بين علي الى اخره. انا اكيد ما يعني اكيد ما بروح على هالخيار لسبب انه انا من الناس اللي كتير بيستمتعوا بتجربه الحمل، كتير من احلى التجارب اللي عشتها بحياتي. فلا ما عملت هيدا الخيار. ليه عم رد اليوم؟ لانه لما شفت انه هلا صارت خلص انه بتوصل، يعني لما بلاقي حالي قدام حدا من عائلتي عم يسالني هذا السؤال، طب انه انا بكره يمكن توصل، يعني يوصل الناس اللي قاعده عم بت ما بعرف اصلا كيف ممكن انها تحكي بهيك شيء، يعني كيف ممكن انها تستبيح خصوصية علاقة أم ببنتها أو بولادها من خلال بس هيك أراء، يعني من خلال مشاهدات مش من خلال أبدا أي شيء بيعرفوه، بس هن هيك قرروا. أوكي فأنا أنه اعتبرت أنه اليوم إذا وصلت لعائلتي يمكن بكرة توصل لبي. خد لك بقى رجال عمره 80 سنة عدوا شرحوا له شو يعني، ولا ويا عمي مش مزبوط وشو يعني أم بديلة، ليه يعني مضطرة؟ بركة بكرة مثلا توصل لبنتي، يعني مثلا واحدة من سيدة من اللي قاعدين عم بينمو تقول شيء قدام بنتها تقول قدام بنت، ليه تجي بنتي تسألني ليه مضطرة أنا أكون بهذا الوضع؟ وبرجع بقول إنه أنا ما عم أقول هيدا الشيء بأي شكل من الأشكال انتقادا لهيدي العلاقة لهيدا الوضع، بس إنه عادة إذا واحدة عاملة أم بديلة ممكن تكون علاقتها مع ولادها قائمة على صراحة معينة، على وضوح معين بهالقصة. أنا ليش بدي نحط إنه أقعد ليه؟ يعني أنا مش أنا ماني ما عملت هيدا الخيار، فليه بدي صير أنا نحط إني بدي أشرح هيك شيء؟ وأنا عن جد ماني فهمانة أنتو كيف ممكن